هي معالي الوزيرة اتهددت في بيتك ووقف اهو في حفلتك بس احتراما ليك. مدام داليا ارجوك يا دارة موقفي وعبال العرض اللي اقترح عليك سامح وهاني. مع احترامي ليك انا صاحبة الشركة مش هقبل بضغط من اي نوع. ما تتسرعيش يا داليا، ولو عاوزين اتفاوض عشان نرفع قيمة المبلغ انا ما عنديش مانع. شفيق بيه أنا آسفة جدا بس لازم أمشي، قلت أسلم عليك لازم أسلم عليك. تمشي إيه دلوقتي يا سهى؟ عرفت بدالي هنا. أهلا وسهلا دالي. أهلا وسهلا. أنا اسمك لحظة. سالي؟ أيوه. امال ايه داليا دي؟ مين داليا؟ داليا دي تبقى انا. ايه مش فاهمة؟ يعني ايه داليا تبقى انت؟ وايه موضوع الشركة اللي انت صاحبتها دي؟ مش فاهمة حاجة. دي شركة مراد الجرح للمقاولات. انا اعرفه، ده راجل محترم جدا. الله يرحمه، انا ابقى ارملته. الله، وانت مش متجوزة؟ لا، ما انا ما فيش وقت اتكلم في الموضوع ده دلوقتي. فاكره لما جيت لك البيت اخر مره وكريم طردني؟ انا ساعتها ما زعلتش منك، بس انا من يوميها اخدت قرار ان ابعد عن الشر وفضلت اهرب منه لغايه ما بقيت داليا اللي قدامك دلوقتي. مدام سهى انا بترجوكي ما تقوليش لحد على القصه دي. انا تعبت قوي عشان ابقى اللي قدامك دلوقتي. مفيش بجد، انا بحبك وانت عارفه ان انا بحبك من زمان. انت بالنسبه لي داليا من النهارده، مفيش سالي. اوكي مدام سهى، انا عمري ما هنسى الحب اللي انت حبيتيه لي، ولا هنسى الايام دي. خلي بالك من نفسك. انت خارج ولا ايه؟ احنا اتفقنا ان انت هتثقي فيا. هتروح فين؟ النادي. طب ممكن ما تاخرش عن ساعتين لو سمحت؟ اوكي. مش هتصدق بقى انا شفت مين امبارح. مين؟ سالي اور سيرفنت، فاكرها؟ اللي انت طردتها دي. اكيد فاكرها. هي بقت شغاله عن طريق شفيق ولا ايه؟ شغاله ازاي بس؟ دي بقت مليونير. فاكر فؤاد الجاحي البيزنس مان؟ انت شفته معايا مره. اتجوزها وكتب لها الشركه وبعدين مات. انا مش فاهم حاجه. ولا انا، بس she's changed، بقت حاجه تانية خالص. غريب قوي اللي انت بتقوليه ده. قبل ما احنا نسافر كانت متجوزه واحد اسمه راشد، وكان هو الدراج ديلر اللي بيجيب لي مخدرات. عادي، اتطلقت يعني، ما فيهاش حاجه. وبعدين I told you زمان she's very smart ومستنيه فرصتها، وهي جت لها. I'm very happy for her. أنا ممكن آخد العربية؟ تاخد العربية؟ شو؟ بس أنا مش هتحرك لحد ما ترجع، أوكي؟ متأخرش. I trust you, ها؟ يلا. Enjoy yourself. Don't be late. حاضر. فكرت في اللي احنا اتكلمنا فيه
وبصراحة مش شايف حل يناسبني غير اللي انت طلبتيه. أنا لازم أفضل جنبك. أنا بحبك كده ليه؟ حتى بعد ما عرفت كل البلاوي السودة اللي انت عملتيها أنا فعلا لسه بحبك. لا مش هينفع يا مختار. أنا عايزك تقف جنبي بس ده مش معناه إنه أي راجل تاني يدخل حياتي. أنت مش عارف أنا خايفة إزاي. حد يبقى عنده الشركة دي كل ده ويخاف؟ ولاد مراد اتفقوا مع الوزير شفيق إنه يضغطوا عليا وياخدوا مني الشركة. يعني دعوة الوزير كانت علشان تقابلي سامح وهاني وهددوني. قالوا ايه؟ قالوا كتير. سامح ده لو كان يطول ياخد مسدس يضربني بالنار ما كانش قال لا. ولا هاني قعد يقول لي انه ده كله تمن ليله مع ابويا. هي كانت ليله وكان جوزي بس يا مختار ما حصلش بيني وبينه حاجه. انا كنت عامله نفسي قدامهم انه مش فارقه معايا وجامده ومش خايفه بس انا كنت مرعوبه من جوايا. ده متوقع من ولاد مراد، طبيعي يعملوا حاجه زي كده. انا غلطت ان انا ما جيتش معاكي. بس كنت هتعرف منين؟ مختار انا بجد مرعوبه. بص يا داليا، انت بقيتي صاحبه شركه، ده امر واقع. بس انا عمري ما كنت اتخيل ان كل ده ممكن يحصل معايا. مش عارفه اتصرف ولا عارفه اعمل بالفلوس دي ايه. والشركه انا فعلا مش عارفه اتصرف لوحدي يا مختار. انا عايزك تقف جنبي وتسندني. انا فكرت اديك فلوس عشان الموضوع ده بس لا ثانيه واحده، انا فهمت ان انت اكبر من الموضوع ده بكتير. عارفة داليا، أنا جيت النهاردة علشان أطلب منك إنك تتجوزيني. بس يظهر إن أنا معاكي ببقى دايماً خطوة متأخر. الأول مراد ودلوقتي مش عايزاني أقرب منك. يا مختار افهمني، الموضوع مش فيك أنت، لا أنت ولا غيرك. أنا أول مرة أحس إن أنا ينفع أقول لأ. وديني بقولها. وأنا موافق. موافق على إيه؟ أكون تحت أمرك لغاية لما تغيري رأيك. ولو ما غيرتش رأيي هتغيريه.